قبل ما نروح للحيثيات، معايا دلوقتي على التليفون الدكتور محمد فضل الله، الخبير الدولي في القانون الرياضي، المستشار الدولي في القانون الرياضي. تحياتي ليك يا دكتور محمد. كابتن أسامة، ازاي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك ومنورنا على شاشة قناة النادي الاهلي. عايز اسمع رأي حضرتك في لجنة التظلمات والتي اصدرت عقوبات ضد لاعبي النادي الاهلي والزمالك بالامس. عايز اسمع رأي حضرتك في هذه القرارات. شوف طبعا حضرتك، يعني انا يعني كنت اتمنى ان القرارات يتم التروي فيها ويتم الانتظار لدراسه الامر برمته ودراسه كافه الامور اللي ترتبط بالحدث. انت لازم لاعب يوم الخميس، مفيش مشكله جدا ان انت تستنى لغايه ما بعد مباراه القمه. تمام. لان انت عندك فريقين هيلعبوا، فريقين. خلي بالك يا كابتن اسامه، انت الاهلي والزمالك دول اكبر ناديين ليس في مصر فقط. دول ناديين بيمثلوا قيمه سوقيه وبيمثلوا اسم كبير جدا، ليس في مصر بل في الوطن العربي بل في افريقيا بل في العالم. فلازم ان انت لما تيجي تتعامل مع مؤسستين كبار مع دول، يجب ان انت تكون مدرك جيدا قيمه هذين الناديين. الفريقين دول عندهم مباراه مهمه جدا عماله تؤجل كل شويه. تمام. عندك افعال ارتكبت، محدش يقدر يقول على الخطا انه صحيح. تمام. ولكن مفيش ما يمنع ان انت تقعد اربع خمس ايام تدرس الموضوع برويه وتشوف كل الوثائق والادله اللي دل على الافعال اللي ارتكبت في المباراه، ثم بعد ذلك تصدر قرارك. تمام. يعني انت جمعه وسبت كده كده اوفر اثنين. انت اتخذت هذه القرارات، يعني الخميس المباراه، جمعه وسبت عطله رسميه. واخد بقى حضرتك؟ فانت اتخذت هذه القرارات، دي نمره واحد. يعني الدكتور محمد كان مع تروي لجنه التظلمات علشان تاخد القرار، تاخد وقتها، ما يبقاش القرار في يعني في يوم وليله زي ما بيقولوا، لازم يعني يبقى عندك جميع الادله، لازم عندك جميع الفيديوهات، لازم تشوف لمنظور القرارات انت بتقولها بمنظور كبير واوسع. يا دكتور محمد، الكابتن خالد بيومي المحلل الرياضي بيعمل في قناه ابو ظبي الرياضيه، في الحيثيات او في قرارات لجنه التظلمات استندت وقالت احنا خطبنا قناه ابو ظبي علشان ناخد فيديوهات منها علشان نصدر قراراتنا. الكابتن خالد بيومي والاستاذ يعقوب السعدي، واحنا قدامنا دلوقتي كلام الكابتن خالد بيومي، قال اللجنه المؤقته في حيثيات العقوبات لماتش السوبر اكدت انها استندت الى شريط المباراه وبعض اللقطات المعينه التي استلمتها بشكل رسمي من الجهه الناقله، قصده على قناه ابو ظبي. وبسؤالي لرئيس القنوات يعقوب السعدي اكد لي انه لم يعطي اي مسؤول في اللجنه لا شريط ولا لقطات، ولذا هذا البند عاري تماما من الصحه. تعليق حضرتك على الكلام ده يا دكتور. طبعا هي اللي هنا العقده هنا على الراوي، يعني واخد بال حضرتك، ما حدش يعرف هل هذه الادله والشرائط تم تسليمها ولا مش ادله تم تسليمها، ولكن زي ما بقول لحضرتك يا كابتن اسامه، انت ليه مستعجل؟ انت ليه مستعجل؟ الميديا من الممكن ان تكون ضغطه من وسائل الاعلام، يا جماعه السلوك والكلام ده كله، ممكن هذه الامور تكون ضغطت عليك في عمليه التسرع في اتخاذ القرار، ولكن ليست القرارات تؤخذ بهذه الصوره، وليست الاتحادات الرياضيه تدار بهذه الصوره. تمام. الاتحادات الرياضيه والمنظمات الرياضيه لا تدار من خلال التاثيرات الاعلاميه، تدار من خلال الفكر المؤسسي، الفكر الذي يعتمد على الاسس والقوانين والنظم، وخاصه ان انت بتلعب مع ناديين. الامر الاخر، انا هاجي لحضرتك في موضوع القوانين يا كابتن اسامه، وهقول لك النصوص وهقول لك العقوبات، هقول لك كل التفسيرات دي. تمام. لكن الناس لازم تتعامل مع كره القدم انها كره قدم. يعني السلوكيات التي بها هي ليست سلوكيات، لا احد يستطيع ان يبرر خطا، لكن انت مش في حفله قرانيه. انت مش في حفله اناشيد دينيه. تمام. انت في مباراه كره القدم، فيجب ان نتعامل مع الامر في هذا النطاق. نبعد بقى عن فكره سمعه مصر والاساءه لمصر، يا جماعه مصر اكبر من كده بكثير. تمام. ما ينفعش ان احنا نقرن مصر في تصرف لسلوك لاعب او تصرف لفارق، ما ينفعش. مصر ليها علاقه، والانديه وكره القدم دي قضيه اخرى، وكل انديه العالم وكل لاعبين العالم يرتكبون كبير من السلوكيات. ما حدش قال ان كريستيانو رونالدو لما عمل نفس هذه الحركه اساء للبرتغال.
تمام. محدش قال ان سيميوني لما عمل هذه الحركه اساء، يعني الكلام لازم يكون في نطاق فيما يتعلق بالعقوبات. طيب على العقوبه الاولانيه بتاعه الموسم، محمود كهربا ايقاف لنهايه الموسم. اولا هذه العقوبه لا تتناسب مع الفعل الذي ارتكب ومع الحيثيات التي قدمت قولا واحدا. خلاص يعني مفيش حاجه اسمها ايقاف لاعب عن كره قدم عشان خاطر زق حكم. تمام. ايقاف انا بتكلم على ايقاف كامل. يعني انت ممكن توقف مباراه مباريتين مع غرامه ماليه مغلظه، لان احنا عاده لما بنروح للعقوبات التاديبيه للاعيبه كره القدم بتروح على فكره التاثير في الوظيفه كمهنه. يعني كره القدم دي دلوقتي زي الموظف، لما اصبحت مهنه انا عقوبتك احرمك ما تجيش للشغل. بس لكن لما تيجي تقول له انا هقسم من الراتب بتاعك اخر الشهر هيخاف ويبقى رابع، فبالتالي دايما بنذهب الى العقوبات الماليه. ففكره ان هو اثار ولا ان هو حكم او ان هو الكلام ده كله لا يستحق هذه العقوبه، العقوبه مبالغ فيها جدا. من الممكن ان يتم ايقاف مباراه مباراتين ثلاثه مع غرامه ماليه كبيره وهكذا، لكن الفعل اللي ارتكب والحيثيات التي قدمت فيما يعني اللي هي احنا قراناها وشفناها لا تتوافق حجما وتفصيلا ونصا مع العقوبه، دي نمره واحد. طيب نهايه الموسم ده يا دكتور بتشمل ايه؟ ما هو النهارده قال نهايه الموسم، هل تشمل دوري الممتاز؟ هل تشمل كاس مصر؟ ما هو برضو ما وضحهاش، فده يدل على التسرع اصلا في اصدار القرارات. شوف حضرتك النص الدولي الموسم المسابقه المحليه الدوري الموسم المسابقه المحليه، يعني معنى ذلك الكاس لا يدخل، المباريات الرسميه لا تدخل، المباريات الوديه لا تدخل، اي مباراه اخرى للاعبي لو اللاعب ده منتخب مصر لا تدخل. ده وفقا للنص الدولي. تمام. هو مش على ايه بقى؟ على التفسير، ومش على لائحته، التفسير ده مش موجود. كان لازم يقول ان احنا المباريات دي اللي هيتم ايقافها هي المباريات الرسميه المرتبطه بالمسابقه المحليه للدوري. تمام. واخد بال حضرتك؟ علشان خاطر يبقى الامر محدد، لكن انت المفتوح لو مشيت على النظام الدولي وقلت الموسم يبقى كهربا موقوف فقط في مسابقه الدوري، يستطيع ان يلعب مباريات الكاس، يستطيع ان يلعب كافه المباريات الاخرى مع فريق النادي الاهلي سواء كانت رسميه او وديه بخلاف مسابقه ده، فهذا النص كان يحتاج الى تفسير وكان يحتاج الى تحديد. طيب عايز اخد حضرتك لنص ثاني او في الحثيات، يعني قام على شيكابالا لاعب الزمالك، يعني لجنه الظلمات قالت في الحيثيات يعني قام بأفعال وسلوك رياضي مشين وتصرف غير لائق يسيء لجماهير النادي المنافس. بعد كده برروا ردا على سباب وهتاف جماهير النادي الأهلي. يعني النهاردة أنا بصدر العقوبة 8 مباريات وببرر كمان العقوبة 8 مباريات ليه؟ هل من دور لجنة الظلمات إنها بتبرر تخفيف العقوبة؟ كمان هل ده من دورها كمان يا دكتور؟ شوف حضرتك إحنا لازم نفرق اللي حصل في كتابة النصوص. ايوه عشان انا بقول لحضرتك كان في تسرع كبير، هو خلط كبير جدا ما بين العقوبات التاديبيه والعقوبات الرياضيه. تمام. العقوبات اللي ارتكبت تدخل تحت نطاق العقوبات التاديبيه لان هي خرجت عن نطاق وزمن المباراه. تمام؟ فبالتالي لما تيجي تفرض انت عقوبه من قبل اللجان الانضباطيه لا تتبع العقوبه بتبرير تخفيف العقوبه. تمام. يعني ما ينفعش ان تبرر التفسير تبرر العقوبه تمام بتفسير التخفيف. انت بتقول انا اعطيت هذه العقوبه نظرا لارتكاب الفعل الفلاني دون النظر لان هذا الفعل مقترن بشيء اخر او غير مقترن بشيء اخر. فبالتالي كان خطا ايضا في عمليه التبرير، لاني انت لما تيجي تبرر ان هناك سباب، طب أين عقوبة الجماهير التي قامت بالسباب؟ تمام. هل أصدرت حرمان؟ هل أصدرت غرامة مالية على النادي المنظم؟ هل 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 هل؟ وهل الجماهير هي اللي ذهبت لشيكابالا ولا شيكابالا هو اللي راح للجمهور وابتدى؟ يعني من ضمن برضو الحيثيات إن كهربا ابتدى، هل كهربا بعد انتهاء ركلة الجزاء؟ أنا بتكلم حضرتك في نقاط مهمة وصغيرة، هل كهربا بعد انتهاء ركلات الجزاء هو اللي ذهب لجمهور النادي المنافس واستفز مشاعرهم، ولا عبد الله جمعه وبعض لاعبي الزمالك هم اللي ذهبوا لجمهور النادي الاهلي واستفزوا مشاعرهم، وكان محمود كهربا او بعض لاعبي النادي الاهلي كانوا هم رد الفعل وليس الفعل في البدايه؟ شوف يا كابتن اسامه، كل ما ارتكب
كل ما ارتكب هو امور بتحدث في نطاق كره القدم. تمام. احنا عندنا بس مشكله ان احنا بقالنا حوالي 9 سنين ما عندناش جماهير فانسينا. فانسينا ايه اللي بيحصل في مباريات كره القدم؟ اوروبا فيها اقوى من كده 100 مره. انا برضو تاني بقرر في سلوكيات ما كانش يليق ان يفعلها اللاعبون، واحنا بنرفض طبعا التصرفات الغير لائقه، واحنا بنرفض هذا الامر. واخد بال حضرتك؟ ولكن انت كاتحاد عندما تتعامل مع فريقين زي الاهلي يجب ان تتعامل بقانونيه وبنصوص وقواعد دوليه وبما يتلائم مع الموقف. انت عندك دلوقتي مباراه قادمه، ازاي تثير هذا الامر قبل المباراه؟ انت ليه بتروج للمشكله اكتر؟ انت ادرس ساعات وزر هذه الاجتماعات للاعلام انك بتدرس وبتتروج، لكن انت مباراه تتخذ يوم الخميس الحد يطلع عقوبات؟ ده مش منطق، ده مش موجود في اي حته في العالم ومش موجود في اي اتحاد في العالم. الامور بتتاخد يعني خد اسبوع خد وقت كده كده انت هتدي عقوبات، بس تديها في الوقت المناسب وليس في اي وقت، غير ان انت تضع عقوبات لا تتناسب مع الافعال اللي ارتكبت غير موجوده ومنصوص عليها. مفيش اصلا عقوبه اخر الموسم في لائحه الانضباط، تضع عقوبات من لجنه لا يستطيع احد ان يستأنف على قراراتها لان انت ما عندكش لجنه استئناف في اتحاد الكوره. عايز اخدك بقى للنقطه دي يا دكتور، لو عندك لسه حضرتك تعقيب على القرارات اتفضل، وعايز اخدك لنقطه لجنه الاستئناف ضد القرارات. يعني ما عندكش لجنه استئناف، اللي انا اعرفه ان ما عندكش لجنه استئناف في اتحاد الكره. طب الناس دي هتتظلم عند مين؟ هتقول لي هيتظلموا وهترفع هذه القرارات للاعتماد من قبل مجلس الاداره وله الحق في ان يقللها، ليس شانه لانه ليست جهه قضائيه، واللجنه الخماسيه لا تستطيع ان تتدخل في عمليه اختيار اي نوع من انواع العقوبات المخالفه لهذه العقوبات. وفقا للقواعد الدوليه والنصوص الدوليه ليس شانها. اللجان القضائيه مجالس الادارات هي اعتماد للعقوبه وليس فرضا للتغيير او فرضا للاختلاف. طب هتطلعها فين؟ هتاخد لجنه الانضباط هتروح بيها لمركز التحكيم هيقول لك طب انت ليه ما عملتش لجنه استئناف عشان تستنفذ كل اجراءات التقاضي؟ تمام. يعني عشان كده قلنا يا جماعه السرعه في مثل هذه الامور لارضاء اعلام او ان انت حده اعلاميه او 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 حصل ما حدث، يعني الامور هنا حتى كمان اتعالجت بطريقه، يعني ده بيحدث. يا ريت ان احنا نتعامل مع كرة القدم من منظور انها كرة قدم وانها رياضة في نطاق الملعب بتنتهي بانتهاء الملعب، ما يكبرش اكتر من كده. دكتور محمد، الو، اما حضرتك مع حضرتك يا كابتن رسام. دلوقتي عايز اسالك عن نقطة تانية يا دكتور. كابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، من المفترض انه كان مراقب للحكام في هذه المباراة ولم يحضر كابتن جمال الغندور. القانونيه بتاعتها ايه؟ خاصه ان تم الاستناد زي ما هم قالوا لشريط او الفيديو بتاع المباراه من ابو ظبي وهذا لم يحدث، نقلا عن الاستاذ يعقوب السعدي وكابتن خالد بيومي. برضو عندنا مراقبين للمباراه، في مراقب لجنه المسابقات، في مراقب لجنه الحكام، لم يحضر كابتن جمال غندور واكتفوا بالاستاذ حسام الزناتي ان هو كتب تقرير ان هو كان موجود في الملعب. ده قانونيته يا دكتور؟ يا كابتن اسامه انت بتسال في قانونيه عدم وجود حكم ولا عدم وجود مراقب حكم؟ المباراه نفسها بتتلعب بعد 15 مباراه من الموسم الجديد وهي مباراه مرتبطه بالموسم اللي فات. والله فعلا هو ده بيحدث في العالم. عمرك شفت مباراه السوبر المحلي في العالم بتتلعب بعد 15 مباراه من الموسم الجديد؟ لا. ثم بعد ذلك تصدر عقوبه بنهايه الموسم، طب انه موسم تشغلت؟ يعني الموضوع يا كابتن اسامه يعني في خلل تنظيمي كبير جدا. في مشاكل كبيره جدا في منظومه كره القدم المصريه. خلينا نعترف بده. القضيه ليست قضيه الاهلي والزمالك ولا قضيه سلوك لاعب قام باداء او قام باشاره او قام بحركه لا اخلاقيه. الموضوع ليس هذا الامر اللي احنا من المفترض ان نعالجه. انت لو عاوز تعالج كره القدم انت من الاساس لجنه تدخلت فيها او دخلت فيها الاتحاد الدولي لكره القدم بغير وجه حق، متخطيا سلطه الجمعيه العموميه ومتخطيا كافه الانظمه الاساسيه الخاصه بالاتحاد الوطني ومخالفا للائحه النظام الاساسي المعتمده من قبل الجمعيه العموميه للاتحاد الوطني والتي اقرها الاتحاد الدولي، وانت ساعدت على ان يكون هناك تدخلا من قبل جهه دوليه في اداره كره القدم المصريه من خلال تعيين اشخاص
من قبل الاتحاد الدولي لا يستطيعون ان يتحركون الا بموجب قرارات من الاتحاد الدولي، وهذا لا يليق بحجم مصر ولا يليق بكرة القدم المصرية ولا يليق بالاتحاد المصري لكرة القدم وغير معمول به في اي اتحاد في العالم. كافة الاتحادات الرياضية الوطنية بيتم فيها مشاكل كثيرة، ثم تقوم الجمعية العمومية بفرض سلطتها وتختار من تشاء للجنة انتقالية جديدة لاي شيء اخر، لكن احنا ادخلنا الاتحاد الدولي واقحمناه في امور بتعيين لجنة بعيدة جدا عن إدارة كرة القدم، واخد بال حضرتك، المحترفة بمعناها الاحترافي، خلاص بموجب موافقة من الاتحاد الدولي، وهذا لا يليق بكرة القدم المصرية. نمرة 2، 9 سنين أنت مش عارف تدخل الجماهير، مش عارف تتعامل مع منظومة الجماهير المصرية، وهذا لا يليق أيضا بمصر ولا يليق بحجم بحجم كبير زي دولة زي مصر. وباتحاد أسس الاتحاد الأفريقي 9 سنين مش قادر مش قادر تتعامل كيفية تحديد المنظومة الإعلامية وكيفية التعامل مع المؤسسات الرياضية وكيفية التعامل مع ناديين كبار زي الأهلي والزمالك. أنت مش قادر تعمل ده. فالأصل أن تصلح ده. تمام. وتختار الناس التي تستطيع أن تحقق النجاح للرياضة المصرية وكرة القدم المصرية بوجه خاص. وليس الأصل أن تأتي على لاعبين نعم أخطأوا، لكن الخطأ الأكبر أنك أمام منظومة هشة ضعيفة. مش قادرة تعمل أي شيء في تطوير كرة القدم المصرية، ولا عارفة تستطيع أنها تخدم لمقدمة الدول والصفوف الكبيرة في كرة القدم. أخيرا يا دكتور، كيفية الخروج من الأزمة دون التأثر أو دون تأثر الرياضة المصرية؟ الخروج من الأزمة طبعا الناديين الكبار لازم أن هم يتحلوا طبعا بالحكمة ويتحلوا بالهدوء. من حقهم أن يعترضوا على قرارات لجنة الانضباط بما تفلهم له القانون. اللجنه الموجوده اللي انا لا اعترف بيها وفقا للقواعد والمنظومه العالميه في اداره كره القدم، يعني ما احترمنا للاشخاص لكن قوانين وكنظم وكلوائح لا يجوز ما حدث، يجب ان تتحلى بالحكمه، يجب ان تتحلى بالمشروعيه القانونيه، كيف تتعامل مع مؤسسات كبيره زي الاهلي وزي الزمالك وزي الجماهير، كيف تعالج الامور اللي هي بتشوفها كلها بتمثل مشاكل زي جماهير كرة القدم. الأمور لازم أن تبرر وتفسر بطريقة قانونية دون أن يكون هناك أي تفضيل شخص على آخر وهكذا. لازم أن يتم التوعية وأن الناس تشتغل على عودة الجماهير للرياضة المصرية، وأن نهضتنا بوجود هذه الجماهير، التعاون مع كل أطراف المنظومة، مع الجمعية العمومية، مع للاتحاد. لو انت ما اديتش للناس اللي بتمثل الاتحاد كجمعيه عموميه وانديه كبيره القيمه في عمليه التشاور والتحاور وكيفيه التطوير هذه المنظومه، فلن تستطيع ان تحقق شيء. ما ينفعش يا كابتن اسامه 9 سنين ندخل الجماهير ولا ما ندخلش الجماهير، نجيب خمس ولا نجيب مدارس ولا نجيب جامعات، وكل الناس بتتكلم، الوزاره بتتدخل، ليس شانها وزاره الرياضه، ليس شانها بكره القدم، ليس شانها ان يكون هناك مسؤول يعلم ان هناك عقوبات او ان هناك امور، ليس شان الوزارات. ما فيش جهه في العالم مرتبطه في كره القدم تتدخل فيها الحكومه ولا تتدخل فيها الوزارات ولا تتدخل فيها الامور، الامور دي احنا بندير رياضه وبندير كره قدم بفكر بعيد قوي بعيد قوي عن ما يحدث في العالم. نتمنى ان شاء الله دكتور يعني كل خير للرياضه المصريه خلال الفتره القادمه. بنشكر يعني حضرتك برضو على وقتك اللي انت اتحته لنا، وانت عارفين ان حضرتك خارج مصر. بنشكر الدكتور محمد فضل الله المستشار الدولي في القانون الرياضي.